من أخطر الإلحاد جابوه الجماعة ديل، قالوا الإنسان ده هو الغاية، أما الله ده وسيلة. ساكت، شغلوا في اثنين، اسمع بنفسك. قدر نتفهم من خلال أفكار محمود محمود طه الغاية، غاية الوجود وغاية الكون، الإنسان، الإنسان، وبالتالي هنا التراتبية حتتغير. الإنسان هو الغاية والله هو الوسيلة. الإنسان هو الغاية والله هو الوسيلة. الإنسان هو الغاية والله هو الوسيلة. حتلقى إنه غاية الغايات هو الإنسان نفسه. والأستاذ محمود قال الكلام ده، يعني قال الكلام ده، وده ده ميز إنه الله نفسه هو وسيلة، هو وسيلة لبلوغ هذه الغاية اللي هي الإنسان. في 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 كفر أوضح من ده يا إخوانا. من الله خلقكم؟ اليهود قالوا كلام زي ده، الله وسيلة للإنسان اللي هو غاية. الله وسيلة، هو الله خلق الإنسان والجان عشان يعبدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله ما أرسل الرسل إلا عشان يعبدوا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لكن زي ما قال لك، دي قال لك دي أفكار الأستاذ محمود، دي الأفكار بتاعت الجمهوريين والشيوعيين الليلة.